امبارح خليني اقول لحضراتكم استأنف في النادي الاهلي تدريباته على ملعب التتش. انا رحت حضرت كده جزء صغير، هما بيبقى اول 10 دقايق اللي بيسمحوا بيهم يعني، وطبعا ده بعد الراحه السلبيه اللي منحها الجهاز الفني للاعبين ضمن طبعا البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمرحله اللي جايه، وبتتضمن مباراه طبعا بنتكلم السوبر المصري وما تبقى بقى من مباريات كاس مصر. نتكلم عن اهم نقاط او لقطات المران بالامس، وخليني ابدا من النقطه دي، هي انتظام حقيقي اللاعبين الدوليين في تدريبات الفريق بعد انتهاء فتره الراحه زي ما احنا عارفين حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء كمان مهمتهم يعني هناك مع المنتخب الوطني اللي خاض لقاءي انجولا والجابون في التصفيات زي ما احنا عارفين كاس العالم 2022. طيب مين الدوليين اللي شاركوا زي ما احنا برضو تابعنا؟ محمد الشناوي، ايمن اشرف، حماد مجدي قفشه، عمرو السوليه، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد شريف، وصلاح محسن. لو هنروح بقى لبعض اللعيبه برضو خليني اقول لحضراتكم عن المحترف ماكسيوني اللي برضو شارك امبارح في مران الاهلي الجماعي وحرص كمان اللعيبه والفريق على الترحيب بيه قبل انطلاق المران، وكان مشهد حلو جدا امبارح برضو. اعتقد برضو اللقطات دي هنعرضها دلوقتي لحضراتكم. يعني هو كان كمان شارك في تدريبات الفريق الاول منذ التعاقد معاه، وتعاقد الاهلي مع ماكسيوني زي ما احنا عارفين لمده 4 سنوات مقبله، برضو كل التوفيق لهذا اللاعب المتألق حقيقي. نروح برضو نكمل ونطمن حضراتكم على باقي اللعيبة واللي انتظم فيها الثنائي علي معلول وآلي ديانج برضو في مران الأهلي بعد عودتهم من المشاركة مع منتخبي هنا تونس ومالي في الأجندة طبعا الدولية، وخوض كمان مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، هي يعني ماتشات ورا بعض وتصفيات ورا بعض وضغط كبير جدا، بس هنعمل ايه وضع حاليا كده. طيب خلينا بقى نقول بدر بنون برضو وضعه ايه. للأسف الشديد تسبب الطيران في تأخر عودة بدر بنون من المغرب. من ناحية تانية هنروح لأكرم توفيق، هو انتظم اللاعب وكان موجود في المران وانتظم بشكل يعني أساسي وضمن كمان مجموعة اللاعبين الدوليين بعد التعافية اللي تعرض ليها خلال المشاركة زي ما احنا تابعنا مع حضراتكم. فدي كانت أخبار سريعة.